جدا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، يسعد الصباح ديال جميع المشاهدين والمتبعين الاوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه العرائش في هذه الجوله الصباحيه عبر شوارع وازقه المدينه. اجواء بارده بالمدينه، السميق اللي كيقلي اكيد المتبعين الاوفياء. اجواء بارده بمدينة العرائش، سميقلي في هذا اليوم صباح يوم الخميس. السلام عليكم، سلام تحياتي لكم احبابي خيس. بدأنا مباشرة في الجولة الصباحية من شارع محمد الخامس بمدينة العرائش. البرد بزاف اكيد، البرد الله يعطينا على قد النفع بطبيعة الحال، والله يكون مع الناس اللي بدون مأوى واللي كيعيشوا حالة التشرد. إذن أجواء باردة، السميق اللي كيقلي شنو هي الأكلة اللي كتفضلوا في هذا الجو البارد؟ أكيد أن الناس ديال الشمال كيفضلوا البيصرة بطبيعة الحال، البيصرة فهي الأكلة الشعبية المفضلة لدى الجميع الشماليين حتى الناس ديال الجنوب بطبيعة الحال. البيصرة الأكلة جميلة، الأكلة المفضلة لدى العريشيين ولدى ساكنة الشمال بصفة عامة. هاي رشيد تحياتي لك سفيان، مرحبا بك. لأن هذه الأجواء الصباحية والجميلة بشوارع العرائش الباردة، شنو هي الأكلة المفضلة لديكم متبعي الأوفياء في هذا الجو البارد؟ هي الأكلة المفضلة متبعي قناة شوف تي في لديكم في الجو البارد؟ الأكلة اللي تبغيو أنكم تاكلوها بطبيعة الحال، الناس ديال الشمال أغلبية عندهم الأكلة المفضلة هي البيصرة، حتى الناس ديال الجنوب بطبيعة الحال، لكن ماشي كلشي حسب التقاليد وعلى حسب العادات وعلى حسب الأكلة المعروفة بالمنطقة ديالهم. بطبيعة الحال البيصرة بالزيت البلدية
الأكلة المفضلة لدى الشماليين ولدى الجميع؟ البيصرة، وما أدراك ما البيصرة؟ هي اللي صالحة في هذا البرد هذا أكيد.